في الفيديو ده هنتكلم عن الجزء الثاني من قياس الأطفال والمسافات، وهناخد بعض الأمثلة عليها. طيب، أول جزء عندي هو المعادلة. عندي حاجة اسمها المعادلة العامة لسريان الأخطاء. طيب، أنا بيبقى عندي مثلا الزد دي هي القيمة اللي أنا عايز أجيبها، ليها معادلة الـ F في كذا متغير A و B و C وهكذا. طيب، دي كده المعادلة اللي بتجيب لي المتغير اللي هو زد. طب ازاي اجيب الايرور؟ عن طريق المعادلة دي، موجب او سالب الجذر، الجزء ده هو التفاضل، المعادلة ل F بالنسبة لل A في الايرور ال A عند A الكل تربيع، وهكذا على الباقي ده كله. تفاضل المعادلة بالنسبة للمتغير في الايرور بتاع المتغير الكل سكوير، مجموع كل دول الكل تحت الجذر، هو ده بيديني الايرور عند المتغير بتاعي. طيب، دي هتوضحها اكتر. طيب، لو انا عايز اجيب مثلا مسافة زي كده بس لأي سبب ما قدرش أقيسها على مسافة واحدة، فقستها مرة الطول ده مثلا، بعد كده الطول ده، بعد كده الطول ده، فعندي مثلا A و B و C، الطول ده A ده B مثلا ده C. طيب، إذا المجموع الكلي هو بنسميه Z، يبقى المجموع الكلي عبارة عن إيه؟ مجموع الأطوال دي كلها اللي هي A و B و سي، ايه اللي هنا ودي بي ودي سي. طيب، لو جينا نرجع كده للمعادلة التانية اللي هي دي، هنلاقي قلنا تفاضل المعادلة بالنسبة للمتغير في الايرور الكل سكوير. طيب، لو انا مثلا عايز اجيب تفاضل المعادلة، هي دي المعادلة بتاعتي، هي دي المعادلة بتاعتي اللي هي زد بتساوي كذا. أنا مثلا عندي هنا مجموع أطوال، يبقى A زائد B زائد C. طب عايز أجيب التفاضل حاجة زي كده، يبقى دول أكنهم أرقام، هيبقوا صفار، تمام، والـ A هتبقى واحد، إذا تفاضل المعادلة هيبقى واحد. ونفس الكلام للـ B والـ C، برضو التفاضل بتاعهم بالنسبة لل يعني تفاضل المعادلة دي بالنسبة ل B هيبقى واحد، وتفاضل المعادلة بالنسبة ل C هيبقى واحد. إذا الصم بتاع الايرور عند ال Z هيبقى الجذر التربيعي للايرور بتاعتها الكل سكوير، عشان الايرور دي كانت مضروبة في التفاضل والتفاضل طلع بواحد، يبقى هي اتبقالي الايرور عند كل واحدة بس. طيب، في المثال ده بيقول لي عندي خط على 3 أجزاء زي اللي فاتت كده، كانت أول قيمة عندي هي دي، وده إيه؟ ده الإيرور، يعني ده الطول الأول، هو بيديني الطول كله كده على بعض. طيب، عندي ده هو الطول اللي هو إيه، وموجب أو سالب الرقم ده هو ده ايه الايرور اللي هو الاي اي، الايرور عند في الطول اللي انا قايسه ايه. نفس الكلام هنا، ده كده البي ده الايرور بتاع البي، ده سي وده الايرور بتاع السي. تمام، هو عايز الطول الاجمالي اللي هو مثلا نسميه زد، والانحراف المعياري، الانحراف المعياري هو الايرور او مجموع الايرور ليه. طيب، الطول هيبقى مجموع الأطوال اللي هو A زائد B زائد C، مفيهاش مشكلة، اللي هو ده وده وده. طيب، الانحراف المعياري قلنا طالما هي معادلة A هي معادلة جمع، إذا الانحراف بتاعها هيبقى المعادلة الصم بتاعهم هيبقى عبارة عن مجموع تربيعات الايرورز تحت إيه الجذر. يبقى خد الايرور الأول اللي هو 12 من 1000 أهو،
و28 من 1000 اللي هو ده بتاع بي، و2 من 100 اللي هو بتاع سي، كلهم تربيع وتحت الجذر، هو ده الايه الايرور او الانحراف المعياري اللي هو دايما بيبقى موجب او سالب. ده تطبيق اخر معادلة. لو انا عندي بقى كذا مسافة واخدها بس كل المسافات قد بعض والايرور بتاعهم متساوي، هتبان اكتر في المثال. بستخدم طبعا ايه القانون ده، هو القانون ده اصلا جاي يعني، انت لو عوضت في القانون التاني هيطلع نفس الايه الكلام ده، زي تبسيط. طيب في المثال ده اهو بيقول لي انا هستخدم شريط طوله 100 متر، والخطأ المتوقع هيبقى ده ثابت لكل 100 متر. احسب الخطأ اللي هيكون متوقع لما يحسب مسافة 5000 متر. طيب أول حاجة في المثال ده بجيب ال n اللي هو عدد مرات القياس، يعني أنا مثلا عندي المسافة كام، 5000، يبقى 5000 وعندي المتر هو 100 متر، أو الشريط بتاعي عبارة عن 100 متر، يبقى 5000 على 100 متر، يبقى أنا هقيس المسافة دي على 50 مرة. فأطبق في المعادلة، طلع ال e بره جذر ال n، ال error هو مديهولي 2 من 100، جذر 50 فاداني الايرور بتاعه. لو عطته في المعادلة اللي فاتت هيطلع نفس الناتج. او الفكرة بس ان كل الايهات دي اهي زي ما ذاكر هنا، كل الايهات دي ايه تربيع وكلهم متساويين، فخد ان ضربهم في ان اللي هو عددهم وطلع الاي بره الجذر. دي بقى عكس اللي فاتت، دي عكس اللي فاتت، إن هو مديني المسافة الكلية اللي هو قاسها خلاص 1000 متر، والخطأ فيها 1/10 متر، فهو عايز بقى الخطأ في كل إيه قياس، وكل قياس قالك إن الشريط بتاعه 100 متر برضه. فنفس الكلام هجيب العدد ال n هو عبارة عن 1000 على 100، يبقى أنا هقيس البتاعة دي على 10 مرات المسافة دي. فهو عايز بقى ايه دي اللي احنا جبناها المرة اللي فاتت اللي هي الاي سيلز، اللي هي الايه الايه المجموعة يعني بتاعت كل الطول او الطول الكبير يعني. فهو عايز الاي الصغيرة اللي هي بتاعت كل مرة. فنفس الكلام هنستخدم المعادلة اللي فاتت اللي هي دي، بس الفرق ان هو عمل ايه، راح جاب ال n راح قسم عليها، جذر ال n قسم عليها عشان يجيب الـ E لكل واحدة، نطبق في المعادلة وجاب إيه الرقم. طيب بالنسبة بقى للمعادلة في حالات الضرب اللي هو لما أجي أحسب مساحة، فبنلاقي إن الـ C اللي هو الناتج اللي أنا عايز أجيبه بيساوي ضرب الاتنين مثلا طول في عرض، إنما الـ Error بقى بيختلف. هنا بقى الـ Error بيساوي تربيع المسافة الأولى اللي هي الإيه تربيع في الإيرور بتاع المسافة التانية، زائد المسافة التانية في الإيرور بتاع المسافة الأولى، يعني بتعكسهم. طيب تعال نشوف المثال. تم قياس طول وعرض قطعة أرض، كان عندي الطول ده كده المسافة إيه، والرقم الصغير ده هو الإيرور بتاع إيه، وده كده المسافة B، وده الايرور بتاع المسافة B. احسب مساحة القطعة الأرض الايه اللي فيها دي. طيب أول حاجة احسب مساحة عادي طول في عرض مفيهاش أي مشكلة. طيب الايرور بقى بتاعي، الايرور بتاعي قلنا المسافة A تربيع، اهي المسافة A تربيع في الايرور بتاع B، مسافة A اللي هو الرقم ده في الايرور بتاع بي اللي هو الرقم ده اهو 72 من 1000 تربيع برضه، زائد المسافة بي اللي هي دي 605 في الايرور بتاع ايه اللي هو كام، 53 من 100، اهي 605 و53 من 100. هتطلع لي اهم حاجة دي ايه متر تربيع عشان دي مساحة. طيب في حالة ان انا عايز اجيب بقى
الايرور المتوسط لكذا قياس عندي، فبجيب الايرور لكل القياسات واقسمه على ان زي القانون الايه اللي خدناه من شويه. طيب نبص كده على المساله دي، قاس مسافات وكانوا كام؟ 10 رصدات. تمام. طيب فبجيب اول حاجه في المثال ده، انا طبعا كده مش معايا الاي لكل واحده، فبجيب حاجه اسمها الاي او الانحراف المعياري بتاعت كل رصد. طيب بجيبها ازاي؟ اول حاجه بجيب المتوسط بتاع الرصدات اللي هو مجموعهم على عددهم، بجيب ايه متوسط الارقام دي، يعني بجيب الرصده المتوسطه طيب مجموعهم على عددهم، مجموعهم هو جمع كل الرصدات دي وقسمهم على عددهم اللي هم كام؟ 10، فاداني الرقم ده. طيب هعمل ايه بالرقم ده؟ بجيب الانحراف بتاع كل رصدة، اجيبه ازاي؟ طيب بالشكل ده كده، انا عندي بجيب الرقم ده بتاع كل رصدة وانقصه من المتوسط، ومش فارقة معايا تطلع موجب أو سالب، كده كده هاجي أستخدم المعادلة دي هربعها، فطلعت موجب أو سالب تحت التربيع مش هتفرق. طيب فقلنا الرقم ده اللي هو 538.57 ناقص 538.45 اللي هو المتوسط، نفس الكلام هنعمله للتانية، هيبقى بالشكل ده. الرقم بتاع الرصدة اللي هو ده 39 وناقص الايه 500 مش عارفه كام بوينت 45 اللي هو ايه المتوسط، وهكذا هنعمل لكل الرصدات دي، فهيطلع لي من الارقام دي 10 ارقام. طيب عشان اجيب الاس دي بقى ازاي؟ بجيب عشان اجيب الاس دي اللي هو الانحراف المعياري بتاعهم، فهجيب المعادلة بتقول إن مجموع تربيعات الأرقام اللي أنا جايبها دي اللي هي الأخطاء على N ناقص واحد، فهتبقى مجموع الأرقام دي كلها والأرقام اللي عندي هتبقى كده، هي دي الأرقام اللي طلعالي إن أنا جبت الانحراف، يعني جبت قصدي المسافة لكل واحدة وطرحتها من المسافة المتوسطة، فتطلع لي الأرقام دي سواء موجب أو سالب مش هتفرق معايا. الأرقام دي هقول كل واحدة تربيع، يعني هربع كل واحدة وهكذا، هربع كل واحدة وبعدين أجمع تربيعاتهم، مجموع كل الكلام ده تربيعاتهم، تربيعات كل الكلام ده أجمعهم، بعد كده أقسمهم على 9، التسعة دي اللي هي 10 ناقص 1 اللي هي N ناقص واحد. تمام، الحتة دي كانت مش واضحة فحبيت أوضحها. طيب عايز أجيب بقى المتوسط، الخطأ المتوسط اللي هو الإي مين، خطأ متوقع للمتوسط، هستخدم بقى القانون، هجيب الإي اللي أنا جبتها دي اللي هي 0.078 متر على جذر الإن اللي هي الإن بكام؟ ب10، إنما هنا عوضنا بإن ناقص واحد عشان كده استخدمنا 9. طيب الأمثلة بقى على الارتفاع ده، عندي برج استخدمت الدوليت عشان اجيب الزاوية بتاعت ارتفاعه، طلعت الزاوية بالرقم ده والايرور بتاعها 1 درجة والمسافة الأفقية كانت بدي والايرور بتاعها 0.5 متر، هو عايز القيمة الأكثر احتمالا ايه لارتفاع البرج، عايز ارتفاع البرج. أول حاجة عن طريق فيثاغورس بستخدم القانون ده، ال h هتساوي d tan دلتا، جت منين؟
لو بصينا كده، لو عملنا كده ان ده ايه البرج بتاعي، ده كده ارتفاعه h، ودي المسافة الأفقية ودي المسافة المايلة. فهو قال لي المسافة الأفقية اللي هي دي، هي دي الايه كم الدهان اللي هي 100، باين اهي 143.5. طيب ودي السيتا اللي هو مدهاني، هو عايز ال h، فالتان سيتا دي بتساوي مقابل على مجاور، اذا ال h هتساوي عبارة عن ايه ال d في تان سيتا، فطلعنا ال h بالرقم ده. طيب ده كده من غير ال error. طيب ال error بقى اجيبه ازاي؟ احنا قلنا ال error لو رجعنا لأصل القانون هنلاقي ال error بالطريقة دي كده، تمام؟ الايرور اللي سي، طالما انا ايه ضارب، مش انا ضارب حاجتين في بعض، فطالما ضارب حاجتين في بعض قلنا بجيب القيمة الاولى في الايرور بتاع التاني زائد القيمة التانية في الايرور بتاع الاول. طيب يبقى انا عايز اجيب تفاضل، هو ده الايرور بتاعي، التفاضل لدي والتفاضل لدي، تفاضل الاتش بين الاتش دي هي دي المعادلة بتاعتي، والدي ده المتغير، طلع لي بتان سيتا، لكن ده رقم يعني وايه واتبقى لي. طيب لكنها اكس يعني، اكس مضروبة في رقم فبيتبقى الرقم. طيب تفاضل المعادلة بقى بالنسبة للسيتا طلعني بدي على كوساين تربيع سيتا، تمام. طيب لو جينا نعوض بقى في المعادلة دي، الايرور بتاعي هو عبارة عن التفاضل زي ما اتفقنا في أول الفيديو خالص، فلو جينا عوضنا كده الايرور بتاعي اللي أنا عايز أجيبه هي عبارة عن الايرور بتاع دي اللي هو كان نص في التفاضل بتاع المعادلة بالنسبة لدي. طيب والايرور بتاع السيتا اللي هو كان 1 دقيقة في تفاضل بتاع المعادلة بالنسبة لسيتا. طيب احنا جبنا اهو النص اللي هو الايرور جت منين اهي في المعادلة، لو رجعنا كده تاني هنلاقي الايرور بالنسبة للدي هو عبارة عن ايه، الدي هي المسافة الأفقية، الايرور بتاعها نص، انما الزاوية الايرور بتاعها 1 درجة. طيب في قلنا التفاضل ده هو عبارة عن تان سيتا والمعادلة أصلا هي تربيع، في الدرجة دي اللي هو الايرور بتاع السيتا في الرقم ده. طيب تعال نعوض بقى، هنلاقي عندنا السيتا هي بالرقم ده مفيهاش مشكلة. طيب بالنسبة بقى للواحد درجة، ما ينفعش تبقى درجة كده مش متوحدة مع القياسات اللي أنا بعملها. طيب فازاي احولها؟ دي الطريقة ان انا اضربها في باي على 180 كده اتحولت من الدرجات، او الطريقة التانية اللي هي موجودة هنا اللي هو قسم على، لو هي ثواني بيقسم على الرقم ده بس أنا عندي دقايق فأقسمها على 60 عشان الرقم يقل فهقسم على الرقم ده، فهي اتقسمت على الرقم ده. فأنت عندك الطريقة دي إن أنت تقسم على الرقم ده في حالة الدقايق، أو دي المعادلة العامة إن أنت تضرب أي رقم عندك في باي على 180، تمام؟ أهم حاجة تبقى واخد بالك إن دي دقايق، ما تكتبهاش 1، تكتبها 0 وعلامة اللي هو بالطريقة دي كده، تبقى 0 العلامة دي اللي هي في الآلة الحاسبة، بعد كده 1 العلامة دي، هي دي الطريقة اللي تكتبها الطريقة الصح في باي على 180، أو تقسم على
الرقم ده، هتعوض في المعادلة يطلع لك الايرور ده. اذا ارتفاع البرج هو الرقم اللي انا جبته في الاول زائد او ناقص الايرور. نفس الكلام برضو المسألة دي، عايز اجيب مسافة افقية. ففاكرين في الفيديو اللي فات كان عندنا الطريقة اللي هي السابق التيكيومتري اللي كان بمية في الاتش، تمام، اللي هي الفرق بين شعيرات الاستاديا اهي، في زين تربيع الزاوية ايه بتاعت المين، فيطلع لي المسافة الأفقية. جبت المسافة الأفقية، أبدأ أجيب الايه الايرور عن طريق التفاضل بالنسبة ل h والتفاضل بالنسبة لسيتا. هتحسب التفاضل المعادلة دي h وسيتا، هيطلع لك بالأرقام دي. تقوم معوض في المعادلة الايرور بتاع النقطة في تفاضل المعادلة، وطبعا كل واحدة تربيع، وهكذا هتعوض في المسألة تطلع ايه المسافة دي. إذا المسافة اللي أنت جبتها في الأول زائد أو ناقص الإيرور اللي أنت جبته، ودي نفس الكلام بالنسبة لإيه لفرق المنسوب اللي عايز أجيبه. المسألة دي بقى عايز المساحة، انحراف المعايير لشكل أرض على شكل مثلث. فأعمل إيه؟ أنا عايز مديني طولين، مديني الطول A ومديني الطول B ومديني الزاوية سي، هاي A و B و C والإيرور في كل واحدة. طيب عشان أحسب مساحة حاجة زي كده عن طريق القانون ده، طبعا الأريا بتساوي نص AB ساين الزاوية اللي بينهم، فرحت حسبتها. طيب عايز أجيب الإيرور، أنا دلوقتي معايا 3 متغيرات مش متغيرين، فهلجأ للمعادلة الأصلية اللي هي دي، اللي كانت بتقول الايرور بتاع كل واحدة في الايرور بتاع كل واحدة تربيع في تفاضل المعادلة بالنسبة للحاجة دي اللي احنا كنا استخدمناها في أول واحدة خالص واحنا بنقيس الأطوال، لما قلنا إن تفاضل المعادلة بالنسبة لـ A كان بواحد وبرضه بالنسبة لـ B بواحد وهكذا، فخدنا مجموع الايرورز تربيع. إنما هنا لأ، ده أصل القانون بقى، هجيب تفاضل المعادلة بالنسبة لـ A وبالنسبة لـ B بالنسبة لسي وأحسب القيم بتاعتي. بعد ما جبت التفاضلات دي وحسبت القيم بعوض في المسألة. بس خد بالك هنا أعمل إيه، دي مفيهاش مشكلة، الإيرورز مدهاني اللي هي 9/10 أهي 900 و6/100. 30 دي بقى اللي هي الإيرور بتاعت سي 30 ثانية، فهنا راح أقسم على كام؟ راح أقسم على الرقم اللي هو الكبير ده. عايز تكتبها على الآلة بالشكل ده، 0 0 30 وتضربها في باي على 180، الطريقتين صح، بس يفضل إن أنت تمشي إيه بالطريقة دي وتقسم على الرقم ده. دي كده كانت أمثلة سريعة على الطرق الغير مباشرة لقياس المسافات والمساحات.